عليكم، مساكم الله بالخير. يا الربع اليوم طبعا بشركم الحمد لله الجبن فيها راحت. ايه تدريج الامر منتهي. اليوم وانا طالع فكرت في كم حاجه ممكن ان ما نستشعر فيها الفتره راحت. قد سالنا قبل لي هل مره سجدت بدل ما تقول يا رب ارزقني يا رب يسر لي امري؟ قلت يا رب لك الحمد والشكر على كل شيء، انك بس تسجد سجود لله انك تشكره لا اقل ولا اكثر. اليوم حاولت اني بس افكر في النعم اللي احنا عايشين فيها. طلعت يوم جيت اطلع الا فيها السياره جاهزه، وهذه مركبه ونعمه انها تاخذك وين ما تبي وقت ما تبي. طلعت من هنا الخط كامل مغطى دوريات امنيه لحفظ الامن والامان بعد حفظ الله سبحانه، وهذه نعمه الامن والامان بعد. وصلت للمستشفى كشف كامل، أدوية كاملة لمدة شهر مجاني على دولة عظيمة تدفع الغالي والنفيس لمواطنها، وهذه نعمة بعد ثانية. رجعت هنا وأنا راجع وأنا مشتاق والله، ولا أقولها والله مجاملة، وهذه بعد نعمة الأصدقاء، الصديق عون. فوالله يا الربع أنه في زحام من النعم، فحتى نتذكر الدعاء لي في صدق الجارية لبنية والدين صديقنا معجب، أخونا معجب، اللي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأشكر الله فقط، الحمد لله على كل شيء.